بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. مشاهدنا في هذه الحلقة في خلق الله عز وجل في الكون كله، ونبدأ المشهد الأول في خلق الله عز وجل في النباتات، في الأشجار، في الزروع، في الأزهار، في الثمار، في الحب والنوى. هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه كثيرا، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله جل وعلا يقول للبشر: هذا الزرع الذي ترونه وتلك الأشجار، لولا أن الله عز وجل كتب لها أن تنبت ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ هذه النخلة التي ترونها، النخيل الذي ينتشر في الأرض، كم عاش على هذه النخيل فقراء، مساكين، بشر. إنها المادة الغنية بالفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والسكريات وغيرها مما يفيد الجسد، جعلها الله عز وجل في هذه الشجرة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا في القرآن: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال بعض المفسرين: هي النخلة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام مع أصحابه يضرب لهم مثلا شجرة من شجر البوادي لا يسقط ورقها، شجرة مباركة، شجرة طيبة. قال: مثلها كمثل المسلم، أخبروني عن هذه الشجرة. لم يعرف أحد من الصحابة إلا ابن عمر، لكنه استحى وما أجاب، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي النخلة، وما أدراك ما النخلة. والنخل باسقات، أحيانا ترتفع في السماء فتراها عالية جدا باسقات. والنخل باسقات لها طلع نضيد. ذلك البلح يخرج منها الرطب، والتمرات، ما أجمل هذه الثمار، لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ما علاقة الخروج والبعث يوم القيامة بشجرة تنبت في الأرض؟ علماء النبات يصفون كيفية إنبات البذرة. البذرة في الأرض ربما زمنا طويلا ميتة، ميتة لا حياة فيها، فيها جنين هذه البذرة لكنها لا تنبت، لا تتحرك، ليس فيها روح ولا حياة. فجأة إذا بالماء ينزل إلى الأرض، وإذا الماء يختلط بمعادن الأرض وأملاحها، ويأتي ويصيب هذه البذرة فتدب فيها الروح وتبدأ بالاهتزاز. يا الله، إن الله، إن الله خالق الحب والنوى. ما الفرق بين الحب والنوى؟ الحب بذرته الثمرة كلها، مثل الذرة، البذرة الثمرة كلها، حبة كلها هي الثمرة، والشعير والحنطة كل الثمرة هي البذرة. أما النوى لا، جزء من الثمرة، نواتها مثل الثمرة، ليست كلها هي البذرة، نواتها، مثل ثمرة الخوخ مثلا، ليس كلها هي البذرة بل نواتها. هذا الفرق بين الحب والنوى. الله عز وجل إذا أذن وأنزل الماء إليها وبدأت الروح تدب في هذه البذرة، أذن الله لها بالحياة. إن الله خالق الحب والنوى. النواة الجامدة الصلبة فجأة تلين، فجأة تتشقق،
فجأة تخرج منها الروح وتبدأ فيها الحياة. إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون. دراسات دقيقة وعلمية وبأجهزة شديدة الدقة للأرض والتربة والثمرة والنبات والبذور، اكتشفوا أمرا عجيبا. لما تبدأ المياه بالاختلاط مع البذرة وتبدأ الحياة تدب في البذرة، أول ما تبدأ الحياة فيها اهتزازة لا يشعر بها إنسان، اهتزازة دقيقة جدا. هذه الاهتزازة هي التي تسبب انفلاق الحب أو النوى. الله ذكر هذا الاهتزاز بالقرآن منذ 1400 سنة، واكتشفوا هذا الاهتزاز قبل عشرات السنين فقط. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، في الآية الأخرى هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت هذه الأرض، اهتزت التربة، اهتزت البذرة وربت، بدأت تنمو. من الذي أحياها؟ إنه الله جل وعلا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تبدأ الخلايا، خلايا الجنين في البذرة بالانقسام، هذه تتحول إلى جذيرات، هذه تتحول إلى رويشة، هذه تتحول إلى الساق. من الذي علم الساق أن يتجه إلى الأعلى والجذور إلى الأرض يبحث عن الماء؟ من؟ أإله مع الله. الله جل وعلا هو الذي يخبرها، هو الذي ينبئها. تعالى الله، من الذي علم الساق أن يخرج إلى الأعلى؟ اقلب البذرة يخرج إلى الأعلى، عدلها مرة ثانية تخرج إلى الأعلى. بل بعض السيقان لها وظيفة تنفس، بل بعض الجذور لها وظيفة تنفس أيضا تخرج إلى الأعلى. من الذي علمها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ستعجب ترى بذورا نفس الأشكال، هذه تخرج طماطم، وهذه باذنجان، وهذا بطيخ، وهذا خوخ، وهذا موز. من الذي علمها؟ من الذي وجهها؟ إنه الله جل وعلا. ما أجمل الزهور في الحدائق تعطيك بهجة وأنت تنظر إليها. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بل أثبت العلم اليوم أن بعض النباتات تدمع وتبكي، سبحان الله. بل نباتات تحس وتشعر وتفهم وتعقل، إذا مر عندها حيوان أصدرت رائحة تبعده، أو تغلق نفسها تحمي نفسها من بعض الحيوانات والحشرات. من الذي يعلمها؟ من الذي يوجهها؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نكتفي بهذا القدر في هذا المشهد في النباتات، وإلا لو تكلمنا عن النباتات لطال بنا المقام، ولأخذنا الحلقة كلها فقط في الزروع والنباتات، لكن صفحة أخرى من صفحات الكون تكونون معنا وإياكم، لكن بعد الفاصل. فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها، بالحياة فكلها لك عبرة، سبحان من في الخلق قد جلاها. فانظر إلى خلق البديع وصنعه، آيات من في الكون قد أبداها، فالبحر والأفلاك تشهد أنه رب الخلائق جل من سواها. بالحياة وقفة
تستوقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من في الخلق قد جلاها. هذه البحار التي خلقها الله جل وعلا وجعلها آية من آياته، بحار وأنهار خلقها الله عز وجل فغطت أكثر هذه الأرض التي نعيش عليها، ولولا هذه البحار لما استطاع الناس أن يعيشوا على هذه الأرض وهذه الكرة الأرضية. الله جل وعلا أقسم ببحر من البحار سماه والبحر المسجور، أنزل الله عز وجل آية عن بحر يحترق. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع ثم قال والبحر المسجور. الصحابة يقرؤون أن هناك بحرا يحترق، الله أكبر، وأي بحر يشتعل نارا وأي بحر يخرج منه النار. آمن الصحابة بهذا إيمانا قاطعا، وإن لم يكونوا يتصورون بحرا ماء يخرج منه نار. ومرت قرون تلو القرون وسنوات تلو السنوات حتى صورت الأقمار الصناعية والغواصات والكاميرات والأجهزة الدقيقة، صورت بحارا في المحيطات تخرج منها النيران. الله أكبر، بحر يخرج منه حمم، براكين تحت البحار العميقة تظل تشتعل حتى تخرج على سطح البحر. حقا رأينا والبحر المسجور. كم يرى الناس في هذا الزمن وصورت الأقمار والأجهزة الدقيقة والغواصات هناك ما يسمى بالمصبات، حواجز، حواجز تلتقي فيها الأنهار العذبة بالبحار المالحة، تلتقي في أماكن ومناطق تسمى بالمصبات. هناك حاجز دقيق يفصل بين البحرين، يفصل بين النهر العذب وذلك البحر المالح العظيم. ولو اختلط البحران لفسدت الحياة على وجه الأرض. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ما كان الناس يتصورون هذا أبدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الناس تظن أن الماء إذا اختلط مع الماء فإنه يضيع، هذا يضيع في هذا وهذا يضيع في هذا، هذا ولا بد، العقل يقول هذا والتجارب تقول هذا، تقول لو كان هناك ماء قليل خلط بماء كثير فإن هذا الكثير سيطغى على هذا القليل. القليل ما هو؟ النهر. والكثير ما هو؟ البحار والمحيطات. مع هذا لا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وفي الآية الأخرى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ترون الأمواج على سطح البحر؟ من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن داخل البحار العميقة، وليس عند المدينة بحار عميقة أصلا، في المحيط الهادي، في المحيط الأطلنطي، في بعض المحيطات في الأرض اليوم